الحكايه انت بتبات في مكتب ولا ايه؟ جيت من نص ساعه. طب هات البوسته وتعالي. حاضر. صباح الخير. صباح النور. اهلا. البوسته. متشكر قوي. على فكره بتصحي الساعه كام؟ بصحى بدري الساعه 6. ياه 6؟ ده انت نشيطه ولا اقول لك؟ بلاش احسدك. ازاي صحه المدام النهارده؟ والله تعبانه شويه. تعال الحكايه قربت. طب عال ان شاء الله يجي اخ العزه. يمكن يطلع اخت. على فكره عزه زعلانه منك قوي. ليه؟ بتقول ان بقالك اسبوع ما زرتهاش. لا عفريته ده لسه كنت عندكم اول امبارح وقاعده معاها لسه 11. لا البنت كدابه. النبي يا نهاد الجواب ده مهم اديني الدوسيه بتاعه. عادي. والنديل كمان. ايه في ايه؟ لا ابدا بس يظهر ان في حاجه لانه لسه ما جاش. لسه ما جاش؟ خلي عبد المجيد يعمل له لفت نظر. بس اعملي زي ما بقول لك، الشغل شغل والمواعيد لازم تحترم. اتفضلي. استاذ سعيد صباح الخير. لو سمحت الدوسيه بتاع شركة وادي النيل. ميرسي قوي. يا صباح الخير يا صباح النور يا صباح القش. اهدى كله اهدى كله. ايه ايه؟ مقلبية على المظية وفوقها مشمشية وكل ده جوه جلابية. اسم الفستان يا احمد افندي. اللهم الله يرحمها بقى قالت لي جلابية. احمد افندي. يا عيون احمد افندي. ما تجيش تتجوزني ونخلص. والله فكرة. احمد افندي يا فندم. خليه يتفضل. ليه بس؟ مش يا ستي بس لما نتفاهم قبلك. اتفضل. امر لله. احمد افندي. يا عيون احمد افندي. لو سمحت ترجع الكرسي زي ما كان. اه حاضر. يا سلام. حاجتين الحس. ايه ده؟ أنا لازم أغتني وأفتح شركة وآخد السكرتيرة بتاعتك دي عندي. يا راجل عيب، دي قد بنتك. طب يلا بينا يا أخو. يلا فين؟ الله! لو أنت مش هتيجي عشان تمضي على استمارة بنك التسليم زي ما اتفقنا؟ آه صحيح، طيب اقعد خمس دقايق بس. إزاي يا جماعة في البلد الحق؟ حلوين يا أخويا أوي، إزاي يا عزة؟ كويس الحمد لله. ومامتها؟ والله تعبانة يا أحمد. يا سيدي. الله. هما الستات كده. الواحدة منهم بقى مدام حملت تفضل بقى 9 اشهر شايله لها الادر.
والله يا احمد لولاها هي انا ما كنت عايز اولاد. امال انا اقول ايه؟ انا خلاص موافق. دوسي شركه وادي النيل. طيب متشكر، خليه هنا. وادي البوست خلصتها لك اهي. وانا رايح مع الاستاذ احمد لغايه بنك التسليف وراجع حالي. ايوه احلف لك بيه يا شيخه موافق. يا موافق. عينيا الاثنين يا سلك الكل، بس انت اهدي كده وحطي وسريحي وانا هنفذ كل اللي انت عايزاه. ايه اللي على السفره ده؟ لا ما تاخديش في بالك، بس والله كده مطرح فطور المحروسه عدى. ومش فطره خلاص، انت عارفه يا مسيد بتضايق لما بلاقي البيت مكركر. من عينيا يا روح قلبي، بس انت اهدي كده واستريحي وانا هنفذ كل اللي انت عايزاه. انا ما اخدش منك غير كلام وبس. يعني ام سيد انا مش قلت لك صرحي لها شعرها؟ حاضر، بس انت بس استريحي انت وانا اعمل كل حاجه مش كده؟ طب اجري بقى هاتي لي المشط. من عينيا يا ست سميره. دكتور موجود؟ ايوه اتفضل. ايه يا نهار ازيها؟ خير ان شاء الله. ما تقولي لي في ايه؟ من فضلك الدكتور عايز الست الحكيمة. حاضر. دكتور خير يا دكتور؟ كل اللي يعمله ربنا كويس. حالتها ايه؟ اتفضل. اتكلم يا دكتور. حقنتين دلوقتي والحرارة كل ساعتين. دلوقتي 38.3. طمني ارجوك. في خطورة من الوضع. مفيش طريقة اتخلص بيها من الجنين، انا مش عايز اولاد. لو كان في الشهرها الاولى كان معلش، دي في حالة وضع. النتيجة يا دكتور؟ إن شاء الله خير. ممكن أشوفها؟ مفيش مانع، بس مش عايز أي إجهاد. اتفضل حضرتك. أستاذ مختار اطمن، انا هقعد جنبها. تشكر. جرالك ايه؟ طولي بالك بس يا ماما لما تشوف. الو أمك المختار؟ بنتي بنتي جرالها ايه؟ بتقول ايه؟ ست سميرة مالها بعد الشر؟ لا سلامتها الف بعد الشر. اذا حبيت اجي انا كمان ابات معاها، بس والله ابقى طمني. الحمد لله.
راحت فين؟ مسير. ايوه تيجي. حاضر اهو. حاضر. نعم يا استاذ مختار. انت فين؟ اعمل ايه؟ ما انا كنت جوه في المطبخ ورايا حاجات. 100 حاجه ورايا. الواد سايباه كده ليه؟ غصب عني. اصل كنت عمال يعيط فوق سايباه لوحده. غصب عني بعمل له. ودوم وسخه كده ليه؟ حاضر اغير. خد الغيار الوحيد. حاضر حاضر. يا اخواتي انا هعمل ايه ولا ايه؟ ده ولا ايه اللخبطه دي كلها في البيت؟ ايه ده كله ده؟ اعمل ايه بس يا استاذ؟ انا ورايا 100 حاجه. البنت اللي بتقول لا. عايزه لبست ولا لا؟ هاي حبيبتي. ايه ده؟ ايه تاني يا استاذ؟ البنت شعرها منفوش كده ليه؟ خلي بنادره والنبي انا مصحى هيقع مني. طب بس 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 خلاص روح هات المشي. اجري 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 هات المشي. انا يا بس يا حبيبي. بس يا ضنايا بس. صبرك عليها يا حبيبتي. معلش معلش. اهو اهو خلاص. يلا بينا. يلا يا حبيبتي خدي. مع السلامه. مش هتفطر؟ مش فاطر. ايه ده يا عم السيد؟ الواد بيعيط فوق. سايبين لوحده ليه؟ الله الله. طيب يا صباح النور على الواد الغندوره بوش زي البنور يا بيض وكحك. النبي احمد افندي مش وقته. وهو؟ لا لسه ما جاش. ملوش عادة يتأخر كده. زمانه جاي لانه بيوصل عزة للسادة. اتفضل. اتفضل. امر الله. تحب اجيب لك فنجان قهوة؟ متشكر. شربت الشاي والحمد لله. صباح الخير. صباح الخير. وبعدين معاك هتفضل كده بقى على طول ولا ايه الحكاية؟ اعمل ايه يا احمد؟ انت ما تصورش التعب اللي انا فيه. يا سيدي كل حاجة تتحل. طب قول لي احل مشكلة الأولاد دي ازاي؟ بسيطة. شوف لك واحدة متمرنة وكويسة وهي تخلي لك الأولاد زي الفل. أوهو. شفت؟ شفت واحدة واثنين وثلاثة كلهم ما نفعوش. يعني أم سيد هي اللي نافعة. يا سيدي. إيه ده؟ أيوه. آه. على الأقل أم سيد متربية عندنا في البيت الكبير. من جهة الحق أنا بأمنش غيرها على الأولاد. والله هي حاجة حية. وخصوصا الولد الصغير. الولد اللي أمه ماتت يوم ما اتولد، ياكل ازاي؟ يشرب ازاي؟ ده أنا نفسي مش عارف أكل لقمة كويسة في البيت. تصور البنت عزة أنا مسرح لها شعرها النهاردة وما عجبتهاش كمان. يا ريت يا شيخ أمهم اللي عاشت ولا اللي موت. اغيب ساعة لان والدتي تعبانة وعايزة انزل اشوف لها دواء. ده سلامتها عندها ايه؟ لا ابدا بس تعبانة شوية. لا لا لازم تروحي لها حالا وضروري تطمنيني. متشكرك. مع السلامة. تعرف يا مختار؟ البنت دي بنت اصل صحيح. ليه؟ دي حزنانة عليك اكتر منك. كله يا ام سيد. ايه خير؟ ايه التغيير ده كله؟ وحتى الواحد
نظيفه. بس قال على راي المثل الميه بس ما تنضفش والايد لوحدها ما تسقفش. وانا لما شفت حضرتك زعلان قلت اجيب زكيه. زكيه؟ اه زكيه بنت اتفقت معاها تيجي كل يوم ساعتين تنضف البيت وتمشي. وكانت فين زكيه دي من زمان؟ اصل بعيد عنك بقى جوزها كان بطل من الشغل وليل ونهار قاعد في البيت ما بيخرجش. اشتغل ولا الحمد لله ربنا كريم. ايه ده كله؟ زكيه. لا زكيه دي عظيمه جدا. كام يا ابني؟ 23. طب اتفضل ادي ربع جنيه اهو بس ادعي لنا. شكرا. اما احمد اما احمد ايه ده؟ ده بقى يا ستي بقى عروسه دي العروسه. الله بابا بابا يا ماما احمد جاب لي ايه؟ الله حلو قوي. هاتي هاتي العروسة حطيها في العلبة دي وخديها بالعلبة بتاعتها. يلا يا ست الدادة. اهلا 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 الحمد لله على السلامة. جيت امتى؟ في القشاش بتاع الساعة 4. عال يعني بقيت هنا الليلة. بقيت هنا الليلة؟ ليه يا حبيبي؟ ده انا حاسهر انا وين. يعني ايه؟ يعني انا سايب شغلي وسايب اولادي وجاي لك عاوزك تروق مش تاخدني تحبسني في البيت. امال هروح فين؟ بقى اسمع اما اقول لك. انت ما تنكدش على نفسك وتنكد على الناس معاك. انا ما جيش كده بتعب مصر علشان اقضيها يا اخويا بوز بوزك. قوم انت وش نكد تدور. لا هنقوم بس طول بالك. الله شايف الجمال ده؟ شايف الجو ده؟ شايف الحلاوة دي؟ ولا شايف القشطة دي؟ تعال فينك يا احمد افندي بقالك كام يوم محدش شافك. في الدنيا هو في احسن من دي دنيا؟ وليه روح يا اتولد؟ الله وراح فين؟ هو مين؟ اقعدي اقعدي اقعدي. قال حضرته مش عاجبه الجو ده. والله له حق هو ده جو يا احمد افندي. مش بتاكلوا منه عيش؟ هو ده عيش. الله انا فاكرك مبسوط. في واحدة تتبسط من العيشة دي يا أحمد أفندي؟ يا ريت الواحدة منا تلاقي اللقمة حاف وحياتك ما كنت عتبها. أجيب لك كاس. متشكرة. طب تتعشي؟ ما بتعشاش. الله سنين ده أنت باين عليكي زعلانة بصحيح. وافرد إيه اللي أعمله؟ تحبي أشوف لك شغلانة برا؟ غلبت وياما ناس قالوا لي مفيش فايده. طب اسمعي انا
عندي شغلانة تأكلك الشيء. يا ريت. أعمل لك سيجارة لف. طيب تشربي بق صغير. الفطار جاهز يا نهاد. حالا يا ماما. من فضلك يا ماما أنا عايزة أشتري كراسة رف. خدي من أخت. يلا يا أختي الفطار جاهز. أنا نازلة يا ماما، بس ما تنسيش تاخدي الدواء. طب اشربي الشاي. معلش يا ماما مستعجلة. لقمة يا حبيبتي. معلش مش ناسي. هتنزلي على لحم وبحر. يا سلام يا ماما. عشان خاطر ماما. طيب هعمل لك ساندوتش كمان. ما عبلة عبلة عبلة. عايزة كراسة رف. تفضل. يا بنتي اقعدي كلي معانا لقمه زي خلق الله. يلا بينا يا ولد يلا. عزه يا عزه سبت الاكل بتاعك يا حبيبتي. هات انت يا مسيد. مع السلامه. صباح الخير. مع الخير يا استاذ مختار. قلت له حاجه لهن عبيطه. امال قلت له ايه؟ قلت له زكيه بنت هي اللي كانت تساعدنا. وصدق وحياتك وكان ده انا بقيت شايفه الفرحه بتتنطط في عينيه واقول فين ست نهاد تيجي تشوف. يعني هو دلوقتي فاهم ان زكيه هي اللي بتعمل كل الحاجات دي؟ طبعا ده عايز يعمل لها مهي. صحيح. قولي لي تاخدي مهي كام يا استاذه زكيه؟ صباح الخير. صباح الخير. الله يا الانسه نهاد لسه ما جاتش؟ لا 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 لسه ما جاتش. طيب هات انت البوسطه. حاضر. اتفضل. لسه انا هاد ما اتكلمتش بالتليفون وقالت لي اتاخرت؟ لا يا فندم ما اتكلمتش. غريب. طب اتفضل انت. ازاي صحتك انت وازاي الاولاد؟ صحتي انا الحمد لله كل اللي يجيبه ربنا كويس. اهي نهاد بتديني الدواء في مواعيده ومرتاحه قوي. طب الحمد لله. لا 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 ابدا انا بس كنت عايز اطمن. تشكر قوي. اهلا وسهلا. الأستاذ مختار موجود؟ موجود يا فندم. نقول له مين؟ قول له سنية. سنية؟ أهلا لكن نهاد انا لسه متصل بوالدتك دلوقتي. اخيرا. لا ده انا مبسوط منك جدا عشان بتديها الدواء في مواعيده. وما تنسيش دي والدتنا كلنا.
انا متشكر قوي الحقيقه، انا كنت محتاج لواحده زي حضرتك كده عشان تعتني بالاولاد، لكن في ظروف بقى. متشكره. العفو. على كل حال انا لو فكرت هبقى اخلي احمد افندي يتصل بيكي حالا. سعيد. العفو. مع السلامه. على بالك تاني. لكن خساره قوي اللي خليتها تمشي، مع ان باين عليها ست كويسه قوي. بس ما انتش عارفه اللي حصل. ايه؟ ربنا بعت لي واحده مش مخليني محتاج حاجه ابدا، البيت بقى في منتهى النظافه والاولاد في غايه السعاده. ومين دي؟ زكيه بنت مسيد. كده؟ لا وايه؟ طبخه عظيمه. كمان؟ مال؟ طبعا الحمد لله. ايه ده؟ ايه؟ ده؟ لا ده. شكرا يا مسيد. العفو. الاكل ده بقى عاملاه زكيه بقيتها ما اعرفش بقى. يا ده باين عليه لذيذ قوي. اتفضل بالهنا والشفا. من حق انت قلت لها ولا لا؟ قلت لها، وقلت لها ان حضرتك مبسوط منها قوي. كتر خيرك يا مسيد. خير ايه يا فندم؟ ده انت اللي خيرك علينا، ده الناس لبعضها. الا بحق. السنه اخبارها ايه؟ كويسه بخير. ايه اللي ما بتيجي ولا بتسال ولا بتضرب حتى تليفون؟ ده كانت روحها في عزه. ما تنسيش يا ام سيد الاوضاع اتغيرت، ودي شابه برضو، الناس تقول لما تشوفها طالعه داخله كده. لا عندك حق في دي، يلزمش خدمه تانيه؟ لا متشكر قوي، نامي انت بقى. تصبح على خير. انت بقى. بالهنا والشفا. ميرسي قوي. سي مختار اذا عاوزت حاجه امدح عليا بس حاسس حالك من سابع نوم. حاضر. الو. انا زكية بنت مسيد، اقدر اكلم امي؟ اهلا 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 اهلا، ازيك؟ انا مختار. انا مش عارف اشكرك ازاي، ببلغ والدتك كل يوم، بتقولك ولا لا؟ الا مبسوط، ده انت هايله جدا، بس لازم اشوفك عشان اشكرك على الجمال دي كلها. يا ندامة تشوفني، ما اقدرش جوزي. طب بلاش بلاش خلاص. المهم تشكريه بالنيابة عني. حاضر، دي واحدة عندها لك. أم سيد، زكية عايزاك على التليفون. زكية؟ زكية بنتي؟ يا حسني لا يكون جوزها ضربها خير يا رب، اللهم اجعله خير. بنتي حبيبتي صنايع، عمل فيك ايه اللي نشك في حباب عينيه من جوه؟ بشويش انا مش ذكيه، انا نهان. اخزى عليك، حد تاني يا بنتي يا ذكيه، حد طيني وحياتك كنت في سابع نوم. ها؟ لا اهو واحد قدامه اهو بيعمل ايه؟ بياكل، غرز الشوك طلعت فيها حته بوفتيك سلطه. شال الكوبايه بيشرب الميه، بيشرب الميه حط الكوبايه مش مسك هيرجع للبوفتيك تاني، مسك البوفتيك زلط حته بوفتيك تاني. بيمسح ايده، مسح ايده بيفكر يا استنهاد بيفكر. انا اتاخرت يا مسيد. ست نهاد، بدال الحوسه اللي احنا فيها دي ما نقول له على الحقيقه. اقول له ايه يا مسيد؟ ودي حاجه تتقال؟ اقول له انا؟ انت عاوزه تلخبطي لنا الدنيا؟ انت مش بتحبيه؟ بتحبيه ولا لا؟ يا مسيد، الراجل يقدر يقول للست اللي بيحبها انا بحبك، لكن الست اللي بتحب بصحيح ما تقدرش تقول للراجل اللي بتحبه انا بحبك. يا سلام على الحكم. حكم، ايه
ايوه يا فندم. مش سيء يا فندم، مش سيء. الو، انا مختار. صباح الخير، اديني نهاد. يا نهار زي بعضه، هي مش في المكتب؟ لا لا، ازاي؟ امال راحت فين؟ حقنة ايه يا ابني؟ ده انا بقالي اسبوعين ما خدتش حقن. نهاد موجودة، بس يمكن انا مش واخد بالي، هي لازم في المكتب التاني اللي فوق. شكرا اوي، مع السلامة. انا اسف، اسف جدا يا حضرات. الدوسيه مش موجود. وبعدين انا هبعته للاستاذ فتحي الليله باذن الله. صباح الخير. كنت فين؟ خرجت لسه. ليه في ايه؟ مركز صغيره من العقد وعايزين دوسيه شركه وادي النيل ومشتاقينه. ازاي والدتك النهارده؟ الحمد لله احسن النهارده كتير. اديها الحقنه؟ طبعا، دي حاجه مهمه. يظهر انها حاجه مهمه قوي. يعني ايه؟ يعني احب اقول لك ان انا اتصلت بوالدتك واتضح ان حكايه المرض وحكايه الحقن كله كذب، مش صحيح. طبعا ده سلوك في غموض، ومع ذلك انت حره في تصرفاتك الشخصيه، لكن احبك تفهمي انك بالنسبه لي زي اختي الصغيره، زي بنتي، مش عارف، لكن تهميني بس. طبعا مش قادره تتكلمي، زي ما قلت لك انت حره في تصرفاتك الشخصيه، لكن العمل ومواعيد العمل لازم تحترم. اتفضلي. بعد النهارده مفيش تاخير، مفيش خروج في اوقات العمل. غير اوقات العمل انت حره في اللي تعمليه. انا ما بعملش حاجه وحشه. مش شغلي. خروج مفيش. متاسفه ما اقدرش. يعني ايه؟ يعني عندي ظروف تضطرني اني اخرج او اتاخر شويه الصبح. اللي قلت عليه اتنفذ. عايزه تخرجي؟ اتفضلي اخرجي على طول. Thank you.
ايه؟ ما جاتش؟ يا نهار زي بعضه، هي مش في المكتب؟ يجوز تكون راحت المكتب، لكن دي خارجه النهارده 7:30 وكل يوم بتخرج بدري عن كده. في ايه؟ طمني، حضرتك مش غريب عننا، اتكلم، حضرتك مننا وعلينا. وعشان كده انا جيت لك. اتفضلي. انت عارفه نهاد بالنسبه لي زي اختك الصغيره. تمام، نهاد اليومين دول مش زي الاول، اتغيرت، ويظهر في حد في حياتها. ايه خبر؟ مش ممكن. انت عارفه السن ده وشبان الايام دي ايه الكلام اللي بسمعه ده؟ في ايه يا استاذ مختار؟ اتكلم. بقالها اكتر من اسبوعين ما بتجيش في مواعيدها، ومش بس كده، ضحكت عليا وقالت انها بتتاخر علشانك. بتتاخر عشاني؟ وبعدين اتضح ان ده مش صحيح، فحبيت انت كمان تعرفي الحقيقه وتساليها هي بتروح فين، وانا طبعا ما يهمنيش الا مصلحتها. وحضرتك ما سالتهاش؟ حصل للاسف. وقالت لك ايه؟ ما قالتش بتروح فين، ومصره على الخروج، والنهارده كمان ما جاتش المكتب. مش ممكن، مش قادره اصدق الكلام ده. انا كمان كنت زيك، مش ممكن كنت اشك في نهاد. مش فاهم استاذ مختار، تشك فيها ازاي بس؟ انت عارف نهاد كويس وعارف اخلاقها. في حاجة تانية، نهاد موظفة، الوظيفة لها واجبات. أنا آسف لأقول الكلام ده، أنا خد يا ديني حميتي واكليه ونايمين. طب حاضر. ها؟ ما جبتيش الرز على النار وطلعت لك بالسلامة. انت حبيبتي ايه ده؟ استني. ايه؟ قال ايه؟ اداني القرشين دول عشان زكية. خليهم لأم زكية. حضرتك سألت عليا؟ اديني مدير المستخدمين من فضلك. صباح الخير يا عبد المجيد افندي، انا مختار. الانسه نهاد تنقل لمكتب تاني، وتشوف السكرتيره غيرها. اعمل زي ما بقول لك، الامر ده يتنفذ من النهارده. شكرا. اتفضلي. ممكن اخد اجازه؟ مفيش اجازات. اتفضلي. قلت اتفضلي. وانا لازم اعرف الحقيقة، لازم تقولي لي بتروحي فين. بتخرجي كل يوم الفجر، حتى الفطار ما بتدوقوش. ملهوفة وما بتروحيش المكتب. ملهوفة على مين؟ ملوش لازم الكلام ده يا ماما، انتي عارفاني كويس وعارفة اخلاقي كويس. امال بس بتروحي فين؟ ده حتى الراجل اللي اسمه غريب عنا كان يحبة عيني النار مشعلله في جسمه والدموع هتفرفط من عينيه. اسمعيني يا ماما، انا هقولك. هتقولي ايه؟ حد من شبان اللي من دول ضحك عليكي؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ امال بس بتروحي فين؟ بروح مطرح ما اروح. الله، thank you.
كمية جديدة قوي. انت شغل نفسك ليه؟ ما تروح مطلع ما عايزة يا اخي، هو انت ولي امرها؟ تقولش بتحبها؟ ارجوك بلاش هزار. مو عيب اللي بيني وبينك تتاكل. طب خلص اكلك ويلا بينا. الله انت ما تغيرتش. مش عايز. ما جايبنا هنا ليه؟ وبدك النهارده تاكل بره وتغير جو. طب تصدق بايه بقى يا راجل؟ متيم صبابة. لك يلا بينا. بيت. حيل. حيل. الحيل. الحلو يا حبيبي. اهلا يا ام سيد. الغدا جاه. كل. وحياتك ما دقناها يا ام سيد. ايش 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 ايه الحاجات الهايله دي كلها؟ اعمال زكية بنتي. الله الا قولي لي يا ام سيد. نعم ايه؟ ما تقيسيش يا اختي وتجوزيني زكية دي. متجوزة ومخلفة أربعة. أربعة؟ وإخواتها البنات اتنين، كل واحدة مخلفة منهم تلاتة. اللهم صل على النبي، ما عندك الصبيان كمان؟ عندي يا أخويا، عندي تلاتة في عين العدو. تلاتة؟ بنتين، كل بنت مخلفة تلاتة، يبقوا ستة. زكية مخلفة أربعة، يبقوا عشرة. التلات أمهات، تلاتاشر. عليهم التلات صبيان، يبقوا ستاشر. 16 16 والاصل اب واحد وام واحده. الله يكون في عونك يا حكومه. فندم سيادتك عودتني ان اقول لك دايما على كل صغيره وكبيره في العمل. خير. بس الموضوع ده بالذات متاسف قوي اني كنت مش صادق مع سيادتك فيه. الانسه نهاد. مالها؟ والله يا فندم عايز تقول ايه؟ انا مش كل يوم بسالك عنها وبتقول انها شايفه شغلها؟ هي شايفه شغلها فعلا، ودلوقتي في مكتبها بتشتغل، واحيانا الموظفين بيخرجوا وهي بتستنى للساعه 3 و4. امال في ايه؟ المواعيد باستمرار بتتأخر الصبح، وبكل أسف القانون نظام ومواعيد، والموظفين بدأوا ينظروا لها ويتذمروا. أمال ليه قلت لي إنها ما بتأخرش؟ يا فندم ده أكل عيش، وكنت مضطر أكذب على سيادتك، لأن كنت فاهم إن بعد التشديد عليها والإنذار والجزا هتيجي في موعدها، لكن مفيش فايدة. يعني مصر على التأخير؟ لدرجة إن إحنا أنذرناها بالرفض. والاجراء اللي اتخذ في الحاله دي ايه؟ ما هو عشان كده انا جيت للسياده. بقول لك الاجراء اللي اتخذ في الحاله دي ايه؟ مفيش غير الفصل طبعا. خلاص. تفصل. يعني ست منى دي لازم تاكل عجه النهارده يا ماما؟ فيها فيها. طب البيت اهو جاهز وانا نازله. رايحه فين يا نهاد؟ رايحه اقابل مدير الشركه الجديد. ربنا يوفقك يا بنتي. بص مختار ده لا حس ولا خبر. بقى دي عامله يعملها بعد العشره الطويله دي كلها. قلت لك يا ماما هو ملوش ذنب. الا ملوش ذنب. امال مين اللي رفضك؟ مش هو؟ قلت لك يا ماما انا اللي كنت بسعى للحكايه دي، يعني هفضل طول عمري في وظيفه بالمرتب ده. يا بنتي اهي كانت نافعه برضه. القرشين اللي بيجوا منها على معاش المرحوم ابوكي اهو كانوا بيسندونا يا نهاد. يا ماما الوظيفه الجديده هتعجبك، مركزها ومرتبها احسن من دي الف مره. هسيبك بقى دلوقتي. ربنا يوقف لك ولاد الحلال ويكبر بخاطرك في الشغلانه الجديده يا رب. انتي
الحمام جاي. يلا عز هات اغسل ايديكي بقى. هدي زكريا يا أستاذ مختار. الإنسان يبقى عاوز يعبر عن معنى لكن مش قادر. برضو انت احرجتيني جدا. مش نهدي يا مسيد. لا دي زكية يا سي احمد افندي. الله يا ولي نادي نهاد ولا شباب احنا دول. ما هي الست نهاد هي زكية. مسيد انا مش فاهم حاجة ابدا. احسن استني بس. يعني زكية هي نهاد ونهاد هي زكية؟ اديك عرفت. واللي كانت بتعمل الحاجات دي كلها هي نهاد؟ ايوه. يعني مفيش زكية؟ ايوه. يعني مفيش اكل؟ الله امال انا سايب المكان ده وجايبك هنا ليه؟ مسيد انت يا مسيد. ما انا صاحي اهو. الولد بيعيط. ولد يا دلع يا ابني تعالى يا حبيبي تعالى يا دلع يا بس. بقولك الولد بيعيط فوق بوضته. مسيد ايوه يا فندم. لا الولد بيعيط فوق معلش يا فندم اختار حاجه غريبه مش قادر اشيل دماغي من عليك. انا مش قلت لك ما تسيبوش ابدا تنامي معاه في الاوضه. مش حرفون من الليلة دي قرار يا جماعة ساتر دلوقتي مستخر او فيه ايه تاني وكان في اول ما حلق فيه تاني. تصور حضرتك رايحة في سابع نوم وسابع الولد مفلوق من عياط فوق. والله يا اخي انتوا اللي بات عندكم نشوف الوين. طب انت من ليلة ولا اتنين ما انا نعمل ايه. انت اللي تحب النكد. قلت لك ما سمعتش كلامي. ارجوك بلاش كلام في الموضوع ده. واحنا لنا موضوع غير ده. خرجتها ليه؟ اوه قلت لك عشان مش عايزها تيجي هنا تاني ابدا. لا
انت عاوزها تيجي وتيجي. انت فاكرني ايه؟ انا فاهمك كويس قوي. قصدك ايه؟ قصد انك بتحبها ومش قادر تستغنى عنها، ومش هتستغنى عنها. افرض ان انا بحبها. ما افرضش، دي حاجه واضحه زي الشمس. ليه بقى نلف على بعض زي اللي بنلعب استغمال؟ ليه ما تدخلش من الباب على طول؟ بتحبها وهي كمان مش بس بتحبك، ده انت بهدلتها ونقلتها ورفدتها وشكيت فيها واستحملت ده كله علشانك. عاوز ايه بعد كده؟ وعشان كل اللي بتقوله ده انا بعمل كده. الناس تقول ايه؟ انت نفسك تقول ايه لما اشوفها داخله وخارجه من البيت؟ اقول يا دار ما دخلك شر. يعني ايه؟ اجني عليها؟ اقضي على مستقبلها؟ الوث سمعتها؟ انت ما تعرفش انها تبقى بالنسبه لي ايه؟ دي الوجود اللي بستمد منه حياتي. يبقى خلصنا وزتنا في دقيقنا ونعيش مع بعض سمنه على عسل بسنه الله ورسوله. عايزني اتجوزها؟ هي دي عاوزه كلام؟ ما اقدرش. ما اقدرش. اللهم طولك يا روح. ما تقدرش ليه بقى؟ ارجوك يا احمد، ارجوك. ازاي اتصور نهاية في حاله حمل وانها يا اخي؟ هو كل واحده بتولد يعني لازم تموت؟ ولا يعني عشان المرحوم؟ دي اعمار. انا تعقدت من الناحيه دي. يا راجل ده انا بشوف واحده حامل في الطريق الدنيا بتدور بيا. بس هي دي المشكله. بقى انت عاوزني انا يا راجل يا جاهل انورك انت يا راجل يا متعلم؟ يا اخي ده في الف طريقه وطريقه، وانت الحمد لله عندك اولاد وهي بتحبهم وبتموت فيهم. ولعني ولع. سرقاك السكينة يا بنتي، ده انا امك وفاهمة الدنيا عنك، والمثل بيقول الست اللي ما بتخلفش زي العيار اللي ما بيصيبش، لازمتها ايه؟ النبي عندك حق يا ست ام نهاد، ده انا لما اتجوزت الحكاية كلها يا دوبك 3 اشهر، بقت النار بعيد عنك مش علينا في جتتي، ده اخت على المشايخ والاولياء. انتوا بس تعبين نفسكوا ليه؟ انا مبسوطة كده، هو مبسوط كده، والحمد لله احنا عندنا اولاد. ده بس كلام؟ دي الوحدة اللي ما تخلفش تبقى عند الراجل زي الضيفة. قوليلها لو قالك دلوقتي مع السلامة تقدري تقوليله بن؟ في حاجة ربطاكي بيه؟ يا بنتي ايه اللي يخلي الست صاحبة بيته مطمنة لنفسها الا الاولاد؟ وحياتك يا ست ام نهاد، انا بعد ما خلفت حطيت صوابع العشرة في عينيه ولا سألت. يا جماعة انا قلتلكوا احنا مبسوطين كده. خلاص انت حرة، بكرة تفوقي لنفسك وتعرفي ان الله حق. ايوه النبي صدقتي، هي الوحده منا تنسى انها ست وان دي شغلتها؟ خلاص هي مش صغيره تعرف شغلها بقى، وهم دول مش اولاد ومالين عليا البيت يا ماما. قال يا مربي في غير ولدك يا بني في غير ملكك، هو ابنك يبقى ابنك بصحيح الا لما تجيبيه من فوق كراسي قلبك. بكره كده لما تخلفي وتجيبي ولد ويقول لك يا ماما الدنيا وما فيها. مين؟ وليد؟ بيت النجدة؟ كالي بابا يلا معايا الكل. طيب باي باي. ايه يا واحد؟ يلا هوب. تعالي 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 تعالي. وزه وزه يلا روح هات الكره بتاعتك. نهاد وحشتيني يا حبيبي. الحمد لله الاكل جاهز. طب اتغدى انت بقى. ايه ده مش هتغدي؟ لا مليش نفس، اصل فطرت متاخر.
وعشان خاطر تعالي كلي معايا. وحياتك مليش نفس، انا هطلع انام شويه. في الحالات دي تبقى الواحدة يوم كده ويوم كده. مش فاهم. بتتوحد. بقول لك ألف مبروك، دي في التالي. فيها خطورة، لو كان في الشرطة الأولى كان معلش. الجنين ده لازم ينزل حالا. النهاردة. دلوقت. إيه الكلام ده؟ أنا مش عايز أولاد. وهي كمان مش عاوزة أولاد. ليه؟ هي تقليعة لوحدها؟ هي مش زي كل البنات؟ امال بتتجوز ليه؟ مش علشاني انا، علشانك انت يا حبيبتي. انت مش فاهمه، مش فاهمه. جرايه يا مختار يا ابني، ده كلام حد يقوله؟ هي هتسمع كلامك. انا مش من حقي برضو اكون ام. ولعت النور ليه يا استاذ مختار؟ ما تروق كده وتصلي على النبي. انت هتفضل مضلمه لغايه امتى؟ قلت لك مش عايز اشوف حد، مش عايز اكلم حد.
لا 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 بقول لك سيب. بتتخانقوا ليه يا علاء؟ انا شبيه الارض بتاعتي، مش كل واحد له اللعبه بتاعته. ما نجي نجيب كرسي رشاش. طب معلش اديها له وانا هجيب لك واحده. يلا يا روح سيب له الرشاش بتاعه، ترى احنا نلعب بحاجه تانية. انت اعملي ايه حلوه؟ ها اعملي ايه؟ بس السجاره بتاعتي. بكره تطلع لك ورد قد كده. مين وسخ ايديه؟ ها اوبا جدا. اوعى تكون نسيت اي حاجه من الكشف. طب ما تروحي تجيبيها انت الكشف. خالد بيعيط. مالك يا خالد؟ في ايه يا حبيبي؟ عايز ايه؟ روح. عايز اسر. العيال حلوين ما يحطوش ايديهم في عينيهم. يلا نعم. يلا نام معايا حبيبي. حاضر هقعد معاك وانت تغمض عينيك وتنام. يلا غمض عينك. الله في ايه؟ مفيش حاجه، بس خليك لسه يا دوبك بينام. وعلاء صعبين عليا شوية. ليه؟ متهيألي مش لاقيين عطف ولا رعاية كفاية. يمكن خالد واخد كل وقتك. ايه اللي انت بتقوله ده يا مختار؟ انا بحب عزة وعلاء زي خالد تمام. انت ناسي انهم كانوا سبب جوازنا؟ مختار اذا كنت بتلاحظ اني بهتم بخالد اكتر فده لانه طفل ومحتاج لرعاية. الطبيعة. قطيعة تقطع الكورة ولعب الكورة، هو انتوا ما وراكوش غير الغلب ووجع القلب؟ الكورة يا دادا، الكورة يا دادا، مش حديها لك. أما شوف بقى أنا ولا أنت؟ أعمل إيه؟ ما أقدرش أزعلكم. يلا يا اخواتي انا مش قادره اكتمل اكتر من كده، انا تعبت خلاص. ايه بس في يوم متاهي؟ جننوني يا ست نهاد، طيروا برجو من عقلي. مش ولاد ربنا يخليهم. النهايه قولي لي بقى يا ست نهاد، ناويه تجيبي لي ايه ان شاء الله كده في عيد ميلاد خالد؟ مش قلت لك حاجات بالجلابيه؟ لا ما تكروتيش يا ست نهاد، احنا عندنا كام خالد. شوف يا ستي انا عايزه جلابيه وطرحه وجزمه ومنديل بقويه وترتر وخرج النجف. عشان خاطر مسيب. حاضر عشان خالد اجيب لك كل حاجه. تسلمي. بس روحي ونبي حضري لي عينيا الاثنين. حاضر. اقف كويس، خد يا خالد. يلا يا خالد، يلا يا خالد. يلا تعالوا عشان تاكلوا. يلا يا خالد تعالى يا حبيبي عشان عملت لك اكلك.
اللي جري لوحده. عارف يا حبيبتي عارف. استاذ مختار. نعم. ست نهاد مش روضتها. بعدين يا سي مختار، هي هتفضل في الحاله دي لغايه امتى؟ بقى الحكمه دول كلهم مش قادرين يعملوا لها حاجه، دي بقت في حاله ما يعلم بها الا ربنا. ابنها يا مسيد، ابنها.
طلباتك يا ست هاني. عاوزة لعبة علشان ولد صغير. عنده كم سنة؟ 5. بمناسبة عيد ميلاده. أمال حضرتك زعلانة ليه؟ أبدا أنا فرحانة. حاضر. إيه رأيك في اللعبة دي؟ مبروك يا مدام. سلام.
طويل ومحتاجه صبر، انما النتيجه مضمونه ان شاء الله. انا مش عايزك تقلق، مين عارف مش يمكن تحصل حاجه بعيد عن تفكيرك خالص ترجعها لصوابها. ربنا موجود. على اذنك يا دكتور. اتفضل. عاوز حاجه يا سي مختار؟ ايوه. امال الولاد فطروا ولا لسه؟ من الصبح. اطمن يا سي مختار، دول ولادي وربنا هو اللي عالم. طيب مش بتقولي والدة نهاد اتكلمت في التليفون وجاي عشان تروح معايا المستشفى؟ لا يا سي مختار، حضرتك اللي هتفوت عليه. طيب. شويه في الجنينه زينب، خديها الفسحيه في الجنينه واقعدي معاها زي ما هي عايزه. طب ماشي. العفو يا فندم. يلا. تعرفي النهارده الجو جميل فعلا. مختار ماما ما جوش ليه؟ جه امبارح مرتين وحضرتك كنت نايمه وما رضيتش اصحيكي، وكمان كذبت عليه. ليه؟ قال لي هي اتعشت؟ قلت له ايوه، وحضرتك لا اتعشيتي ولا فطرتي ولا حاجه. اجيب لك عصير برتقال؟ معاكي خرجت من الباب ده اهو. يا بنت اولاد